كو، فيلم دراما وجريمة وكوميديا سوداء، إنتاج 2024، مدة الفيلم ساعة واربعين دقيقة، لا يصلح لمن أعمارهم أقل من 15 عاما، متوفر للمشاهدة. قصة الفيلم: عائلة ثرية تنعزل في جزيرة نائية بعيدا عن جحيم الوباء الذي يجتاح المدن. العنوان العريض للفيلم: ثورة الطبقات وسط الجائحة. خلف الأبواب المغلقة لأحد القصور على جزيرة نائية في عام 1918، وفي خلال موجات من الموت والخوف التي أحدثها وباء الإنفلونزا الإسبانية، تتكشف أمامنا حكاية من نوع آخر، ليس فقط عن الفيروس الذي يجتاح العالم، ولكن عن فيروسات من نوع آخر هي الأكاذيب الاجتماعية والنفاق الطبقي. فيلم كو الذي كتبه وأخرجه جوزيف شومان وأوستن ستارك يأخذنا في رحلة إلى قلب هذه العوالم التي يتسلل إليها الاضطراب عبر باب المطبخ. السيناريو والحوار نموذج للسرد الذي يجمع بين السياق التاريخي والحبكة الاجتماعية العميقة، حيث يرتكز السيناريو على ثنائية واضحة بين الطبقات الاجتماعية في فترة وباء الإنفلونزا الإسبانية، مسلطا الضوء على التناقضات بين المثقفين والطبقات العاملة. يعتمد السيناريو على تطوير الحوارات الدرامية بين الشخصيات، حيث تساهم تلك الحوارات في بناء الحبكة وتقديم رموز تشير إلى النفاق الاجتماعي والتفاوت الطبقي الذي ينكشف مع تصاعد الأحداث. تبدأ الأحداث بنقلنا إلى جزيرة نائية، حيث تختار عائلة ثرية اللجوء إليها هربا من تفشي الإنفلونزا الإسبانية. هذا الافتتاح لا يحتوي على أحداث درامية قوية، بل يعكس حالة من الاستقرار الظاهري في حياة العائلة الثرية، وهي نقطة أساسية في بناء السيناريو. إذا يعتمد الكاتب على هذا الهدوء المتوتر لنستعد لانقلاب مفاجئ في الأوضاع، السيناريو يبدأ بوتيرة بطيئة نسبيا، مع التركيز على تقديم الشخصيات وتوضيح مواقعها داخل النظام الطبقي. في البداية يتم تقديم جاي، المثقف الثري الذي يدعي التعاطف مع الطبقات الفقيرة والذي يعيش بعيدا عن معاناتهم. يأتي هذا التمهيد الأولي ليمهد لبناء الشخصيات التي ستشهد تطورا ملحوظا مع تقدم الأحداث، خاصة من حيث العلاقات المتوترة بين الخدم والأسياد. بالمقابل يتم تقديم شخصية فلويد مونك كطاهي جديد في القصر، وهنا يأتي أول تحول جوهري في السيناريو، إذا تمثل هذه الشخصية عنصرا دينماكيا داخل القصر المغلق. فلويد ليس مجرد طاهي عادي، بل هو رمز لما هو آتي من تغيرات عميقة داخل النظام الاجتماعي. السيناريو يتناول شخصية فلويد بطريقة تدريجية، ويبرز ذكائه ومكره على مدار الفيلم، مما يجعله عنصرا محفزا للتوترات الدرامية. أحد أبرز نقاط القوة في السيناريو هي الاهتمام بتطوير الشخصيات على المستويات النفسية. جاي يظهر صراعا داخليا بين الرغبة في الحفاظ على صورته المثالية أمام عائلته والمجتمع، وبين اعترافه الضمني بضعفه الأخلاقي. هذا الصراع يتطور على مدار الأحداث إلى أن يصل إلى لحظة المواجهة النهائية مع فلويد، حيث يظهر جاي كشخصية هشة وضعيفة تتفكك تحت الضغط. بالمقابل فلويد شخصية غامضة وذكية، يعرف كيف يستغل كل نقطة ضعف. تطور شخصيته يأتي تدريجيا، حيث يبرز السيناريو ذكائه الاجتماعي وقدرته على قراءة الآخرين بشكل دقيق، مما يجعله عنصرا رئيسيا ومؤثرا في أحداث الفيلم. السيناريو يمزج ببراعة بين السخرية والواقعية، يستخدم أسلوبا ساخرا لفتح تناقضات الشخصيات، ولكن في الوقت نفسه يقدم واقعا مريرا عن الفوارق الطبقية. رغم أن الأحداث تقع في عام 1918، إلا أن السيناريو لا يخفي تشابهه مع ما حدث خلال جائحة كوفيد في 2020، حيث لجأ الأغنياء إلى العزل في منتجعات فاخرة، بينما كان الفقراء يعانون من الأزمات الصحية والاقتصادية. الإخراج والتصوير والإضاءة: تعتمد الرؤية الإخراجية على تشكيلات بصرية معتمدة على المساحات المغلقة والانتقال بين الأماكن التي تعكس الفروقات الطبقية. يركز المخرج على استخدام التباين بين الأماكن الفخمة التي يعيش فيها الأسياد مثل القصر وحدائقه الفاخرة، والأماكن التي يتحرك فيها الخدم. التناقضات البصرية في تكوين المشاهد تساهم في إبراز الانقسام الاجتماعي بين الخدم وأصحاب المنزل. القصر الذي تعيش فيه العائلة الثرية ليس مجرد موقع جغرافي،
بل يتم تقديمه كرمز للعزلة عن العالم الخارجي والانفصال عن الطبقات الأقل. يتعمد المخرج تقديم القصر كمكان بعيد ومغلق، حيث تعيش العائلة في فقاعة اجتماعية بعيدا عن الأزمات التي يواجهها الناس في الخارج. هذا الإغلاق يعكس انفصال الأسياد عن العالم الواقعي ويبرز غياب الاتصال بين طبقات المجتمع المختلفة. في مشاهد القصر الداخلية يظهر المخرج براعة في توظيف العمارة الداخلية للتعبير عن سيطرة الطبقة الغنية. يتم استخدام الأثاث الفخم، السقوف العالية والمساحات الواسعة لإظهار التفوق والسلطة التي تحظى بها العائلة. مقابل ذلك يتم تصوير أماكن الخدم بزوايا منخفضة ومظلمة، مما يعزز فكرة الخضوع والانقياد. هذه التكوينات تظهر بوضوح كيف يستخدم المخرج المكان لتعزيز التفاوت الطبقي. المشاهد التي تتنقل فيها الخدم بين الأماكن العامة والخاصة تعكس بوضوح النظام الطبقي. على سبيل المثال، حينما يدخل فلويد المطبخ ثم ينتقل تدريجيا إلى مساحات القصر الأكثر فخامة، يظهر هذا الانتقال رمزا لتغيير وضعه الاجتماعي وصعوده. الإضاءة تلعب دورا هاما في تكثيف التوتر الدرامي داخل الفيلم. يعتمد المخرج على تباين حاد بين الضوء والظل لإظهار الصراع النفسي وتفكك الشخصيات. يستخدم الضوء الساطع في بعض الأحيان لإبراز هشاشة جاي، بينما يتم تظليل مشاهد فلويد لإطفاء طابع الغموض والخطر. تتحرك الشخصيات داخل الكادر بطريقة مدروسة تعكس سيطرة بعضها على الآخر أو فقدان تلك السيطرة تدريجيا. مثال على ذلك، يتم تصوير الشخصيات الثرية من زوايا مرتفعة بينما الخدم من زوايا منخفضة، مما يعزز الإحساس بالتفوق الطبقي. لكن مع تقدم الأحداث يبدأ هذا النمط في الانعكاس، حيث نرى مشاهد يظهر فيها فلويد من زوايا مرتفعة حيث يبدأ بالسيطرة على المنزل. تعكس جودة التصوير بشكل فعال الأجواء التاريخية للفيلم، حيث تساهم الألوان المتوازنة والتفاصيل الدقيقة في خلق تجربة بصرية جذابة. المونتاج سلس ومتوازن، ولكن في بعض اللحظات يعاني الفيلم من تباين في الإيقاع، حيث تكون بعض المشاهد بطيئة بشكل زائد عن الحد، مما قد يضعف من تماسك الفيلم وإيقاعه العام. الموسيقى تستخدم كأداة لتسليط الضوء على الفوارق بين الطبقات الاجتماعية المختلفة، حيث يتم استخدام أنماط موسيقية مختلفة لتعكس الحياة داخل القصر الفخم الذي يسكنه الأغنياء، مقارنة بالحياة اليومية المتوترة والمرهقة للخدم في الخلفية. الموسيقى في مشاهد العائلة الثرية تعتمد على الأوركسترا والألحان الكلاسيكية، مما يعزز إحساس الفخامة. في المقابل، الموسيقى المصاحبة لمشاهد الخدم تكون أكثر بساطة وتوتر مع إيقاع متقطع وخافت. الديكور لا يقتصر فقط على كونه خلفية للأحداث، بل يعبر عن الشخصيات والموضوعات ويعزز الرموز السردية وفي إيصال التباين الطبقي والاضطرابات الاجتماعية، ويبرز التصادم بين الحياة الفخمة للأغنياء والواقع المتواضع للخدم. الممثلين بيتر بدور فلويد يقدم أداء قويا يجمع بين الذكاء والكاريزما. يتميز أداؤه بقدرة على التعبير عن التوترات الداخلية والصراعات النفسية للشخصية، مما يجعله مثيرا للاهتمام. يتسم فلويد بالقدرة على التأثير على الآخرين، حيث يستخدم جاذبيته لإثارة المشاعر والتمرد. بيلي بدور جاي يظهر تحولا ملحوظا في شخصيته من رجل واثق إلى شخص يتسم بالشك والقلق. أداء يعكس تناقضات الشخصية بشكل فعال، حيث يبرز الجوانب الضعيفة والأنانية لجاي وعن الصراع الداخلي الناتج عن الفجوة بين قناعاته وأفعاله. سارة بدور جولي تقدم أداء متوازنا، حيث تجسد دور الزوجة التي تعاني من صراعات شخصية بين واجباتها الأسرية ورغباتها الفردية. تعكس تعبيراتها الداخلية تناقضات الشخصية، مما يجعلها شخصية معقدة وقابلة للتعاطف. في الختام، في عالم يتخبط بين الأوبئة والطبقات الاجتماعية، يأتي الفيلم ليقدم تجربة سينمائية مليئة بالتوتر والكوميديا السوداء الذكية. يجسد الفيلم الصراع بين الخدم والأثرياء من خلال قصة فلويد الطاهي الماكر الذي يزرع بذور التمرد في قلوب العاملين في منزل جاي. الصحفي المليء بالنفاق يتألق بيتر في دور فلويد، بينما يظهر بيلي تعقيدات جاي بشكل مذهل، مما يجعل تفاعلاتهما
محورية في سرد القصة، ومع ذلك فإن الفيلم ليس خاليا من العيوب إذا تظهر الحبكة بعض التكرار والافتكار إلى المفاجآت الدرامية، مما يجعل الأحداث متوقعة في بعض الأحيان، كما أن ثيمات الطبقية رغم قوتها تبدو مكررة بعض الشيء مما يحد من تأثيرها. فيلم يستحق المشاهدة حيث يجمع بين الأداء القوي والتصوير المتميز ليخلق تجربة مثيرة للاهتمام. تقييم للفيلم 7/10.